طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لإتاحة الفرصة. بس عندي ملاحظات بسيطة دار أقولها يعني قبل أبدأ أزيلتي. عندي ملاحظات بسيطة كده يعني دار أقولها قبل أبدأ أزيلتي. أنا قاعد هنا من أول مداخلة بتاعت الشاب علماني بشاعر ده. الناس هنا أنا ما عارف لكن ما قاعدة تركز مع المحتوى بتاع المحاضرة، يعني أكثر حاجة بتركز مع الجغم. زود لجا خاشي النظرة تتململ ده بيتكلم مع ده يعني جغم جاي في ناس يعني بدو يضحكوا عليه قبل زود ده يتكلم تمام. كلامه دي حاجة بتخصه نحن ما عندنا معاه علاقة. طيب بوجه سؤال المنبر. طيب أنا ما قاعد أفرز بيناتكم جماعة أنصار السنة معارف السلف، خلاص خلاص كلكم كده. أنا دار أعرف يمكن السؤال ده يكون سألوكم له كم مرة لكن أنا عايز أزاله. أنا دار أعرف سبب الاختلاف بيناتكم شنو؟ هل سبب الاختلاف ده برجع لفهمكم للدين ولا منكم أنتوا؟ تمام؟ الاختلاف ده معناه في علة، ما أظن الدين تكون فيه علة، العلة اللي فيكم أنتوا ودارك تيجي تطرحها لي هنا توريني لها واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ بالنسبة ل أنا طبعا شفت النقاش بتاع أخونا العلماني ده وما عارف طيب 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 أتظن كان واضح في كلامه يعني فيعني خلاصة كلامه دايركت توريه يعني كيف توريه الدولة اللي بتلمكم انتوا الاثنين. أتظن طبعا سوداني زيك والله ورجعني لورا بنلقى يعني جدودكم أصحاب تمام خلاص. فسوداني زيك وعنده هنا يعني أهل وعنده منطقة وعنده بلد وعنده هناي. فأنا دارك تحدد ليش شكل الدولة اللي بتلمكم انتوا الاثنين تمام. الحاجة الثانية في العلمانية انتوا ما عارفينها يعني العلمانية هي ما فصل الدين يعني عن الدولة. لحظة 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 العلمانية هي فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن السياسة. الدولة دي اللي هي الأرض اللي قاعدين فيها دي والناس ديل وحياتي كلها فيها دي الدولة. فالدين ده يعني متجذر فينا يعني نحن بنحترمه يعني ما ممكن يتفصل مننا، دي حاجة مستحيلة. فالعلمانية هي فصل الدين عن السياسة لأنه السياسيين بيستغلوا الدين لمصالحهم تمام. الكلام ده من زمان يقطع. طيب طيب على مرة 30 سنة اللي ورا الدين تم استغلاله بأسوأ طريقة وتكونت فكرة عند المجتمع يا أخي إنه الدين ده بقى وسيلة للوصول للسلطة وللمال ها ما للجنة. فكرة دي بقت مكونة عند المجتمع. فيا شيخ أبو بكر مدارك يعني توريني في الفترة الجاية دي إنتوا الإشكالات دي حتواجهوها كيف؟ حتعالجوها كيف؟ فالدين ده حاجة روحية يعني ما سياسيين بيستغلوا الدين. طيب بما إنه يعني موقفك تجاه الكيزان اتغير ما عارف اتغير ليه؟ الكيزان ديل عندهم يعني آليات حكمونا بها على عبر 30 سنة. انت قاعد تتكلم عن كيزان محددين يعني الناس اللي قاعدين في مركز اتخاذ القرار. الناس ديل عندهم آليات انت ما قاعد تتكلم عنها تمام. عندهم مليشيات عندهم قوات قاعدة يعني تقتل الإنسان بأبشع طريقة. مثلا مليشيات الدعم السريع انت يوم واحد ما تناقشت هنا ما تكلمت فيها تمام. مليشيات مليشيات ال اسمه شنو كتائب الظل. الناس ديل بيحرقوا الزول بالنار يعني ما يعني الانسان ما بعذبه الا ربنا بالنار ما يعني ما بعذب بالنار الا رب العالمين. فالناس دي كانوا بيعملوا كده الحياه دي ما قاعد تتناول يعني تمام خلاص. ف ما اظن تكون عندي حاجه. شكرا. بس في حاجة دارة أقولها يا شيخ أبو بكر يا ريت بس يكون في أسلوب شوية كده لأن أنا ما دارة أضيف حاجة دارة أضيف حاجة يا شيخ أبو بكر يا أخي أستاذ الضيوف اللي قاعدين يجوا من برا يا أخي يا أخي والله يا مرحب بكم. فيا أخي نحن دارين نكون تركزوا مع المحتوى بتاع المحاضرة أكثر من يعني الجغم والكلام الفارغ ده. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عنده ملاحظات وما ذكره. طيب قال الناس بتركز مع المحتوى وما بتركز مع الجغل. طبعا احنا ما يعني انا ذاتي ما حركز مع كلامك ده كثير، لانه الجغم هو الرد على المحتوى ذاته. انت يعني اخواننا ذي لما يجوا حفظوا شبهكم. انت قال نازل تضحك ليه؟ لانه حفظوا شبهتك. يعني هسي انت الليله الناس قاطعوك في كم كلمه من الكلمات اللي قاطعوك فوقها في تعريف العلمانيه. الواد عامل فوقها جاب حاجه جديده وكده ونجار وكده، وانا قال الشغل ده بيحتاج نظاره والله، عرفتها؟ فقام قال العلمانيه هي ما فصل الدين عن الدوله، عرفتها؟ الشبهات دي الشباب ده حفظوها، دايرين زي ما بقولوا الشباب هنا في ايام امتحانات دايرين منك الزيت ده الجغم ذاته. فهمت الحاصل؟ جيب لنا الخلاصه يعني شنو، تقعد تجي تلف وتدور وكده. ادينا النقطه العظم يعني النقطه العظم، وكلام الكلام بتاع الجغم وما الجغم ده انه دحروا لك الشبهه بتاعتك. انت قلت يا اخي داير تمشي في الناس العلمانيه وتركب فوقهم انه العلمانيه تكون عندهم سلوك وتطبيق و الى اخر، بانك تحسن لهم صوره العلمانيه بتعريفها تعريف خاطئ، بانه تقول العلمانيه هي فصل الدين عن الدوله، وده كله جاي له كلامك ده. لكن لما تجي انت تحاول تغبش على ناس واعين داخل الجامعه ولو كانوا ضيوف، عرفتها؟ ناس فاهمين في النهايه المعلومه عندهم، انت بيبقى عند الناس ذي ما محترم وما بخلوك تتم كلامك، عرفتها؟ انت المفروض تجي تقول لهم يا اخواننا والله هوي العلمانيه دي اقامه الحياه على غير دين، لكن العلمانيه دي واحد اثنين ثلاثه تجي تناقش. انا والله شنطتك دي وكي جيت خاشبها قلت يا الله يسترنا، انت بتمرق لك حاجه من جوا؟ انا ما دار طبعا اقرا لك الايه لانه شايف في احاسيس مرهفه كالحمار يحمل اسفاره وكذا، بتقول الاسلوب ما ظريف، عرفتها؟ لكن الواحد يجي يقول له معلومه مفيده عشان الناس هي ترد عليه رد نجيط، ودي ما مرت الاولى صح؟ خشه قبل كده. طيب يا اخي يعني قال لك المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، انت ما ممكن تخش هنا وتتجغم كل مره يا يعني. طيب قال دي ده التعليق، انا ذاتي عندي تعليقات عليك. قال انا ما بفرز انصار السنه ولا سلف. وقال يا اخي دي مشكلتك انت ما قادر تفرز، ما قادر تفرز. نحن بندعو لمنهج، بندعو لمنهج. المنهج ده بنتكلم عنه من بدايه الركن لليله، انه المنهج ده مبني على العقيده، وانه اصلاح الدنيا ما بيكون الا بامرين. الامر الاول هو توحيد الله سبحانه وتعالى وافراده بالعباد، وترك عباده ما دون الله، سواء كانوا صوفيه بيعبدوا الشيوخ او شيوعيين بيعبدوا لينين او بعثيين بيعبدوا ذاك اسمه ميشيل عفلق او ناصرين بيعبدوا جمال عبد الناصر او غيره. ربنا قال افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. الامر الثاني بندعو الناس الى ترك الاحزاب والجماعات وسماع كلام المعظمين الا كلام رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى عشان نحسم لك موضوعك ده انصار السنه وما انصار السنه، الفهم وما الفهم، الفهم لا حقنا لا حق انصار السنه لا حقك انت لا حق غيره لا غيره، الفهم يكون حق الصحابه رضي الله عنهم. ليه الصحابه؟ لانه ربنا رضى عنهم، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم وزراء للرسول عليه الصلاه والسلام، شاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام، مشوا معاه عاشوا معاه حياته، طبقوا الدين زي ما ربنا امر به، فهم النموذج الذي يحتذى في تطبيق الدين وفهم الاسلام. عشان كده بنقول لك الصحابه. والا 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 لو انت قلت لي يا اخي انه الدين ده يفهمه اي زول زي ما دايره، بيجيك الكوزي يطقك بسيخه ويقول لك ربنا قال وانزلنا الحديد فيه باس شديد. ما فهم. بيجيك بتاع داعش برضه بيفجرك بكلام، والناس اللي بيحرقوا ديل كتايب الظل ده يمكن بيفهموا، ناس كتايب الظل ديل. يا ناس ما تلعبوا علينا. شوف كلامكم الجاي من العقل ده كلام متناقض وبيفتح عليك ابواب كثيره للشر. طيب فانصار السنه جماعه وحزب، من الاسباب اللي خلتنا من الاسباب اللي خلتنا نختلف مع انصار السنه انهم بيجوا يستضيفوا ناس الحركه الشعبيه اسمه منو؟ اردول، مبارك اردول، جابوه في المركز العام بتاعهم هنا، صار السنه بيجيبوا حركه شعبيه.
ده من الأسباب الخلت بيننا وبينهم في خلاف، لأنه الحركة الشعبية قائمة على أساس علماني. زول زي ده أنا ما بقف معه ولا بعظمه، بل ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا شنو آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أنت المفروض تحمدني وتشكرني، أو المفروض تشكرني على أنه أنا فارقت أنصار السنة، لأنه أنا ما إنسان بتاع غتغتة، وأنا ما إنسان بتاع أنه يا أخي لم الشغلة دي، لا أنا بقول الحق. ومتى ما أنصار السنة أو أي بني آدم فارق الحق نحن مفارقين ونحن ما ناس. ليه؟ لأنه نحن أتبع منهج، منهج عديل. بيجاي بتلقى تماشي العربي مش بيجاي بتلقى الهندسة، بغادي تمشي لقدام بتلقى الغصر، بيجاي بتلقى القضائية، بيجاي بتلقى الموقف بتاع جاكسون كده، انت وصلت العربي. لكن انت بتلقى دردوق، بعد شيء بتلقى سوق مدفس وماشي العربي كيف يعني. فالمنهج السلفي ده عنده معالم من معالم العقيدة الصحيحة. أنصار السنة عندنا قاعد برضو، أنصار السنة بيمشوا يأكلوا مع الصوفية، وقالوا الصوفية أحبابنا كلهم. أنصار السنة مركز عام إصلاح، جمعية صافية، عرفت، كلهم بيقوا ماشيين مع الصوفية. حتى الود العلق على الكلام ده جابه في الجريدة، قال لو الإنسان حك عينيه وقالوا فتحين، قال ما بيتخيل إنه أنصار السنة يمشوا مع الصوفية. وما مسكين الصحفي ما متابع الواقع، نازل باعوها بدري، باعوها وصغيرة حام زي ما قالوا، فهمت؟ باعوها بيقوا يمشي أكلوا مع الكباش اللي بيقول شيخي بيقول للشيء يكون فيكون، عرفته. ومشى معاه وداك برضو السفيه اللي بينبذ العلماء، داك لا يستحق أن يذكر إلا بالردم، فهمت؟ وغيرهم من العواليق والعطالة. الناس ديل أن إحنا فارقناهم لأنهم يتنازلوا عن الدعوة للعقيدة الصحيحة، والدعوة إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وترك تعظيم أقوال الرجال إذا خالفت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت خالفناهم عشان الموضوع ده. طيب، فعليك الله تاني ما تزالنا من الموضوع ده، ما تزالنا من خلافكم. وما يا أخي يا أخي بالعقل يا أخوان، إحنا لو كنا واحد مش كان بنشتغل في محل واحد؟ تلقى أنصار سنة وانا. طيب سبب. طيب قال داير أشوف الدولة اللي بتلمكم شكيلة كيف. ياخذ الدولة اللي لمت أبو بكر الصديق بسلمان الفارسي بصهيب الرومي، الدولة اللي بتلمهم كلهم، الدولة اللي حكمت من الصين لحد المحيط الأطلسي لحد جنوب فرنسا لحد الهند. أمشي يا خليك من ده، أمشي شوف شوف السعودية دي، تلقى فيها البنغالي، تلقى فيها الصيني، تلقى فيها السوداني، تلقى فيها المصري، تلقى فيها الفرنسي، تلقى فيها اليمني، تلقى فيها الأمريكي. أجمعهم شنو؟ أجمعهم شنو؟ كويس؟ الإسلام والمسلمين الحكموا البلد دي. الخليفة يقول للسحاب أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يحمل إليه. حكمهم بشنو؟ حكمهم بشنو؟ فالزول يا أخواننا ما يقعد يجي يقول يعني لا لا كده معناه ما في دولة إسلامية، نجيب العلمانية. لا 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 لا، في تشريعات وفي قوانين وفي دستور وفي دين، وكله مستمد من القرآن والسنة، وشيخ أبو بكر بين لك. لكن أنت ما تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أنت ما دار تفهم بس. لكن شيخ أبو بكر جزاه الله خير فصليك، الموضوع ده ما فيه مشكلة. وربنا في القرآن قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي أحكام أهل الذمة لغير المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال بنعاملهم كيف؟ هل بنقتله؟ هل بنسوي له كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح، ما مسلم، كافر، يهودي، نصراني، غيره، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي لفظ من 40 سنة. أنحنا همنا في الدولة الإسلامية إن الزول الما مسلم ده نهديه للإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شنو؟ من حمر النعم. الحاجات والنفايس ده نحن نظرتنا نظرة بتاعت إشفاق، لكن انت نظرتك كل الثروة والسلطة والدون ومديناكم، ده كلام فارغ ساكن، عرفتها؟ طيب قال العلمانية هي فصل الدين عن الدولة. طبعا حيكون جوابنا اللي هو لا، قال عن الدولة، قال العلمانية ما هي فصل الدين عن الدولة، هي فصل الدين عن السياسة، برضو باطل. يا أخي العلمانية ما بتعرف إنت، العلمانية بعرفوها هلا.
دائرة المعارف البريطانية قالت هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. القاموس بتاع أنطوني ولا اسمه ده إلياس أنطوني ده قال سكيولر يعني دنيوي أو لا ديني. ده كله ما عجبك نديك تاني علمانية كده ما عليه سبت المايك ده ده العلمانين شيوعيين ومن قبل نحن كنا دار لنا فرقة ذاته عشان نجي نفتح لكم. انتوا سألتونا من قبل اخواننا ديل جزاهم الله خير جاو بعد احنا عندنا ملاحظات. طيب هنا بيتكلم ده البيان الشيوعي بتاع كارل ماركس وفريدريك انجلز ودي اول وثيقة للشيوعيين في العالم وقاعدة في اي موقع بتاع نت ممكن تتحصل عليها وما تتحصل عليها لانها فارغة ساكن فهمت؟ دي اول وثيقة للشيوعيين في العالم. نشوف بيقولوا عن الدين شنو كارل ماركس وفريدريك انجلز قالوا هنا في الصفحة رقم 14 من النسخة بتاعتي دي قال والحال أن الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة تلغي الأديان والأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما. مش في السياسة برا بتلغي شنو الأديان وشنو والأخلاق يعني العلمانية والشيوعية ما عندها دين ولا عندها أخلاق. ده كتاب مهمات اتحادات الشبيبة الشيوعية ده فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفيتي 1917. طيب قال بأي معنى قال ولكن هل ثمت أخلاق شيوعية؟ شيوعيين عندهم أخلاق؟ قال ده أبوكم الشيخ قال أنتوا قليلين أدب ده أبوك الشيخ عمل لك شنو؟ طيب قال ولكن هل ثمت أخلاق شيوعية؟ وهل أنت يا شيوعي بتؤمن بالأخلاق ذاته بالعدالة والكرم والإيثار وكده؟ وده والله من باب يعني من باب لو قلت من باب ديمقراطية ساي المفروض الشيوعي عند ما يترشح ذاته لأنه ما بيشبه الشعب السوداني. طيب قال ولكن هل ثمت أخلاق شيوعية؟ هل ثمت سلوك شيوعي؟ أجل بكل تأكيد غالبا ما يزعم أن ليس لدينا أخلاق خاصة بنا وفي معظم الأحيان تتهمنا البرجوازية بأننا نحن الشيوعيون ننكر كل الأخلاق وتلك طريقة لتشويه الأفكار لذر الرماد في عيون العمال الفلاحين. بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال داري جيها قال قام طبزة قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله وبهذا الصدد نقول بالطبع إننا لا نؤمن بالله. ما تقولوا لنا العلمانية محايدة تجاه الأديان. طيب وبعد ذاك ذاته بنسألكم لو دارين نطبق علمانية نطبق علمانية منه حزب الشيوعي ولا ناس حق والحاج وراك ولا الخاتم عدلان ولا العلمانية بتاعت الحركة الشعبية الـ ANF ولا ياتو علمانية بتاعت الاتحاديين ولا بتاعت حزب الأمة. طيب فلو قلت هي فصل الدين عن الدولة أو فصل السياسة أو فصل الدين عن السياسة برضو باطل باطل. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال الحكم ده عبادة والعبادة إذا صرفتها لغير الله ما له كفر وشرك. ربنا قال إن الحكم إلا لله يعني ما الحكم لأحد إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس شنو لا يعلمون. ربنا عز وجل قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. عشان كده أخواننا الإنسان يتفكر في الآية دي النازل بيجي يحاول يجادلوك ويجروك من الدين والشريعة وربنا قال لك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ربنا عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يعني بالدين كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. لكن هو لأنه شاف السياسة كلها سياسة قذرة وهم بيقولوا لك السياسة تعريفها هي يعني لعبة قذرة عشان كده بيقولوا لك ما ممكن ندخل الدين النظيف في السياسة القذرة ونحن عندنا السياسة هي حفظ الدين
وإقامة الدنيا كما عرفها الإمام الماوردي في كتاب السياسة الشرعية. طبعا نحن الليلة في الركن ده أخواننا جزاهم الله خير خشوا لك في السياسة واختيار الحاكم ومرقوا لك شوية، لأنه زمان الشغلة كلها في الإلحاد، نمسكك في الله بس، الله في الله، الله ما في، فهمت؟ لكن أخوان الناس دارين يبينوا للناس، لأنه لقينا المستوى ليك ما في زول ذاته عنده شبهة جديدة. الناس دي ما بتقرأ، أنا ما عارف بيجوا من وين، أنتم ما عارفين المكتبة الشارعة بوين، ما عارفين كتبكم وين، تعالوا هنا أقروا أخواننا دين، إن شاء الله يملك الكتب بتاع الشيخك، تقعدين تبعسي يملوك كتب شيخك، شيوعي يملوك كتب شيخك، عرفتها؟ ناصري يملوك كتب شيخك كلك، وبعد ما يملوك لها يوروك المواضع بتاعته وهي قائمة على شنو الحزب بتاعك، بعد ذلك بيجي يردوا عليك، عرفتها؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طيب ف السياسة يا أخواننا كده، السياسة ما فيها في الإسلام الطبقوها الصحابة ما فيها يعني كذب، ما فيها أكل أموال الناس. عثمان بن عفان رضي الله عنه يجيبوا له الأموال بتاعت المسلمين، بعد ما يقسمها في بيت مال المسلمين يصلي ركعتين، ركعتين في بيت مال المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: ما كان يمر يوم في زمان عثمان إلا وينادي المنادي أن هلموا إلى أعطياتكم. تعرف أعطياتكم معناها شنو؟ معناها أنت قاعد في البيت يجي زول في الشارع كورك يا ناس حاجاتكم جات، يدوك لها الدولة تديك دعم من غير مقابل، تعالوا وخذوا نصيبكم من الثياب ومن المال، قال ومن السمن والعسل، يقسموها لك وانت قاعد في بيتك، عرفته؟ عثمان رضي الله عنه تجي تجارة بتاعته، لأنه كان غني رضي الله عنه قبل ما يبقى خليفة، جهز جيش العسرة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 700 ناقة و300 فرس. الليلة الناقة الليلة بتاعت السباغة الصعبة دي بتاعت الحرب النجيضة بكم 700 ناقة، عرفتها؟ تجي تجارة عثمان، تجار المدينة يجوا يقول لها عثمان تجارتك دي جات ونحن دارين نكسبك فوق الدرهم بدرهمين. عثمان يقول لهم: أنا سمعت أكثر يا عثمان، الدرهم بثلاثة سمعت أكثر، لغاية ما وصلها 10 قال سمعت أكثر، قال لهم: نحن تجار المدينة ما في أكثر. قام قال لهم: سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فوزعها بين فقراء المدينة. عمر رضي الله عنه وأرضاه يشيل الدقيق ويلف بالليل، القصة بتاع الزواج، جدة عمر بن عبد العزيز شنو؟ هو من نسل عمر، عرفته؟ بأمه أو بأبيه. المردي قصته شنو؟ عمر رضي الله عنه ماشي بالليل، ودي يا أخواننا البدعوا لها السلفيين إن المجتمع ده يوحد الله، لما يخاف الله ما بيأكل حق الناس، لما يخاف الله ما بيأكل حق الناس. ماشي عمر رضي الله عنه بالليل، سمع المرأة بتقول فيما جاء في بعض الآثار إنه المرأة بتقول لبتها أمزج اللبن بالماء، قالت لها: ما سمعت ما أمر بي أمر المؤمنين؟ أمر أن لا يمزج اللبن بالماء. قالت: وأين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين بيكون نايم. قالت: ولكن رب أمير المؤمنين غير نائم. عمر رضي الله عنه علم على البيت، قال لأولاده: لو كان عندي رغبة في النكاح كان مشيت تزوجتها، واحد فيكم شي تزوجها. فتزوجها ولد عمر رضي الله عنه فأنجبت منه عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. والكلام يطول في المطالعة، قرق زمان، انت المفروض تركز مع المحتوى زي ما قال، عرفتها؟ في المطالعة قرق زمان عمر رضي الله عنه يمشي يلف القمرة عندها أولاد، والأولاد بيبكوا وعمل لهم قدرة، والقدرة مدورة في موية بس ما في أي دقيق ولا أكل. عمر يقول لها: الحاصل شنو؟ يقول لها: والله الأولاد ما عندي لهم حاجة أكلهم، بيبكوا من الجوع. يقول لها: طيب ما عندي، وفي القدرة ده شنو؟ قالت: موية بسكتهم بها، إلى الله أشكو عمر، قالت كده. فبكى عمر رضي الله عنه، مشى بيت المال براه ومعاه الغلام بتاعه وشال الدقيق. قالت: لأن عمر لا يفرض إلا لمن فطمة منهم، بيبكوا مفطومين.
عمر رضي الله عنه مشى بيت المال ويبكي، غلامه قال له كدين نرفع عنك، قال وهل تحمل سيئات عمر يوم القيامة؟ شوف المراقبة لله الله دي كيف تشبكني ديكتاتورية وانبسغت يا زلمة، ما تلعب علينا نحن يا أخي كويس. عمر رضي الله عنه قال له انت بتشيل سيئاتي يوم القيامة، فشال عمر الدقيق ومشى عمل لهم الأكل لغاية ما أكلوا وناموا. تاني يوم عمر رضي الله عنه أصدر قرار إنه يفرض لأي مولود ولدوك بيجاي بيكون عندك شنو؟ بيكون عندك رزق ماشي عليك. دياتو دفياتو علمانية، الآن العلمانية بتفرض عليك ضرائب. الصين ما بيجوز لك تجيب غير ولدين بس، ولدين بس، تجيب واحد ثالث يقول لك تعلموا براك وتربيه براك. شوف الكلام ده كيف، لأنه ديل الصينيين شيوعيين بيعتقدوا إنه كثرة الأولاد دي بتقلل الرزق. ونحن عندنا في الإسلام إنه أي بني آدم بيجي بشنو؟ بيجي بيرزقه. يا أخ عليك الله يا شيوعين، والله أنتوا المفروض في السودان تكون أول ناس يؤمنوا بوجود الله. يا أخ شوف الكيزان ديل، مع إنه صفونا وأكلونا بعد ربنا رازقنا، لك الله دي ما حكمة. لغاية ما إلى أن قيل فيهم إذا سئلت من الأشرار فلتجبي، الجبهجي شر بلا شك ولا ريب، وإن قيل ما الكلب والخنزير يا رجل فقل الغدر في الكوز والإيفاء في الكلب، أما الخنازير إن عدت بلا عدد فالكوز شر إذا قارنت بالكذب، وإن قيل للكلب يا جبهجي عوى الكلب من ذلك النسب. فهمت؟ ما تجي تلعب علينا إحنا أخواننا ديل، أخواننا ديل الكيزان. شيخ أبو بكر ده طالب في الجامعة الكيزان يتلموا فوقه، الكوز اللي اسمه منو ده؟ أبدقين ده اسمه منو؟ منذر. يتلموا فيه ودارين يضربوا لأنه كشفوه. شيخ مزمل جزاه الله خير، نسأل الله يتقبل منهم، وأخواننا ديل يقبضوهم الكيزان ويبهدلوا فوقهم ويمرمطوا فوقهم ويقلعوا منهم المنابر ويمشي الدواء للصوفية ولغيرهم. عرفتها؟ ما تجي التاجر لنا ساكت الكيزان ما زوق في شيء. طيب الكيزان استغلوا الدين، معناه الدين كعب، كوز كعب. والله الكيزان بيناتهم في انتخابات الحركة الإسلامية بصوتوا بالبطاقة الشخصية، قاموا سألوا أمين حسن عمر قال له والحاصل شنو؟ قال لي أن كوادر الحركة الإسلامية يمارسون التزوير بوصفه عبادة، بتغرب لله بالتزوير. أنت بتعرف شنو عن الكيزان يا أخوانا؟ ما تلعب علينا ساكت. نحن الكيزان ديل بنمسك المناهج حقتهم، قال سيد قطب قال كده وعليه كده، سب الأنبياء، سيد قطب بيقول بوحدة الوجود، أنكر العرش وأنكر صفة كده نقاش علمي، وقال التكفير في كتابه العدالة الاجتماعية ومعالم في الطريق، والكتب موجودة هنا. لكن انت ما عارف حاجة، سيلكوز لو لما في قلة تتعاضضوا بس، ما عندكم له أي حجة. طيب قال موقفكم يتغير، الله سبحان الله. بعد ذلك قال يتكلم قال عن كتائب الظل والدعم السريع. يا علمانين أنا حكومة؟ يا ناس انتوا تكتلوا الجدادة وتخموا محة؟ أنا حكومة؟ أنا تزاني؟ أنا ما تزاني. شوف أنا عندي أي زول عنده مسؤولية في الدولة دي أنا ما بتكلم فيه، ونحن الآن لو كان بنخرج كان بقينا زي الكيزان وزحف أخضر وزحف بمبي، قلنا يجوز الخروج على حمدوك وهو مرقنا، صح ولا ما صح؟ لكن نحن عندنا موقفنا ثابت ثابت. نبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. نحن نصل إلى ختام المنبر، وصية وملاحظة للعلمانين، امشوا أقروا، نلتقي إن شاء الله المنبر القادم.